ليش هيك سويت؟ معقول يا سامي؟ أنا تتهمني بالخيانة؟ لك أنا مستحيل خلي رجال تاني يلمسني غيرك. بعرف فاتنة، والله بعرف. اهدي مشان الله، اهدي اهدي. ما كان بدي ساوي هيك أساسا، ما بعرف كيف ساويت هيك، بس بدي أعوضك عن كل شيء. صدقيني بوعدك، بدي اياكي بس تثقي فيني هالمره. لك انا خجلانه من حالي ومن الناس، شو راح يحكوا؟ حبيبتي الناس بتنسى، واذا مشان فريده المعقده فلا تخافي عليها، هي بطبيعه الحال ما بتحسن تشوف مره مبسوطه. واهلي؟ اهلك انا بحل القصه معهم، انت ولا يهمك، ارتاحي بس. من زمان ما حسيت بحنيتك هاي، ذكرني بأول مرة شفتك فيها. بس انت كتير تغيرت يا سامي. خلاص حبيبتي خلاص، رح يرجع سامي اللي بتعرفيه مثل أول وهسا، بس بشرط بدك تتحمليني. عن جد خايف على زعلي؟ فاتنة انتي مرتي واي شي تاني بالدنيا تحصيل حاصل. فريدة شو؟ شايف استلمونا الجيران؟ كنت اسمع صوت ضحكتك انت وشغف. مزبوط، كنت اضحك قصدا لحتى ازعجك. فاتنة شغف صديقة وبس. ليش قلت انه جسمي مشنطط؟ يا فاتنة انا كنت مجروح بحياتي، لا تخيلت ولا كان ممكن صدق انك تطلبي الطلاق. لا عم بتصرف بتوازن، ولا عم بفعل بتوازن، ولا عم ساوي شيء بتوازن. فاتنة انا بدونك بفقد كل توازني. يعني لساتك بتشوفني حلوة؟ بحياتي ما شفتك الا بتاخدي العقل. يلا بلا ما حدا يتهمنا بالتقصير. خير بابا في شيء؟ لا لا بابا ولا شيء. حدا مضايقك بشيء؟ لا لا بابا ابدا. باي باي. Oh, my God.
قولي على قمتي ان شاء الله. شربت كل القنينة. قولي على قمتي، قولي على قمتي. في شي بدك شي؟ جوعان، بدي اكل. من شوي سويت لك فطور. تشرب معي شاي؟ طيب انزل على القهوة وشوف رفقاتك. والله صرت خجلانة منهم، صاروا جايين أكثر من 10 مرات. ما بدي أشوف حدا. لك يا زلمة بتتروحن، لك يعني شو رح تفيدك قعدة البيت؟ ولك يا رجال، يا رجال، ما اشتقت تشوف الشمس، تشوف الضوء، لك تشوف النهار، تشوف الناس. لك والله ما كان في حدا قدك بيحب الطلعة والفوتة. طول بالك، طول بالك، لك مو هون، مو هون، بعيدة بعيدة كتير، ما في شي، ما في شي برا، بعيدة. تسطح تسطح، لا تخاف. ما حليت له غير هالقنينة، يعني ضروري يطرني مشوار تاني. شو؟ كأنه فاتينة ما اجت. شهر عسل. ايه بس هي كانت بدها تتطلق. كانت، بس حاليا زوجي المؤقت. بس انا بأكد لك انه سامي ما رح يبقى معها، لانه هن بيتخلوا عن كل شيء بسهولة. سيارات، موبايلاتهم، زوجاتهم، كأنه الواحد بتنقص رجولته إذا كان عنده ولاء لأي شيء. على كل، نحن شو خسرانين؟ عم نتفرج. هدي ديما، هدي، لا تتوتري. ألو، كيفك ليال؟ شو؟ شكلها خربت التطبيقة. أنا الحق علي اللي اتصلت فيكي. جاي أشرب عندك فنجان قهوة. إيه غيرت بيتي، خدي العنوان الجديد. شو لسه ما شو شايفني مراقب دوام؟ شبك وسام؟ ما في شي، متضايق شوي. كيف يا سوزي؟ منيحة. تفضل افتدي. تسلم. تسلم. أبو يوسف جيب لي فنجان. على عيني. تفضل. تسلم. سافرت سوزي؟ شو بدك تعرف من الآخر؟ وأنا عايشة. بتحتشي نساء مروا بقلول والقرار ملوها.